مساء الخير جميعا طلابي في الأول ثانوي العلمي. اليوم درسنا رح يكون عن أسلوب الشرط. مرة معكم أسلوب الشرط في صفوف سابقة، ولكن الآن سنشرحه بشيء من التفصيل والتحديد. أولا، ما معنى مفهوم الشرط؟ ما هو أسلوب الشرط؟ أسلوب الشرط من الأساليب الإنشائية الموجودة باللغة العربية. نستطيع القول أنه تركيب لغوي يربط بين جملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، من خلال واحدة من أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة. إذن في هناك شرط لأسلوب الشرط أن يكون هناك فعلين، أن يكون هناك فعلان في الجملة. الأول فعل الشرط وهو المسبب أو الشرط لحدوث جواب الشرط وهو النتيجة. إذن هناك مسبب وهناك ناتج. المسبب هو فعل الشرط، والناتج أو النتيجة تكون من خلال جواب الشرط. إذن أركان أسلوب الشرط هي ثلاثة: أداة الشرط الجازمة أو غير الجازمة، فعل الشرط، وجواب الشرط. طيب، خلينا نبدأ الآن بأدوات الشرط الجازمة. هناك أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة. أدوات الشرط الجازمة تنقسم إلى قسمين: حرف، وهو الحرف إن، حرف الوحيد إن، لا محل له من الإعراب كونه حرف، والأسماء: متى، من، مهما، ما، حيثما، أيان، أين، كيفما، أي، وأينما. طبعا يعني أنت غير مطالب إلا بحفظ هذه الأدوات، ولكن أنت غير مطالب بمعرفة إعراب هذه الأسماء، لأن لها إعراب. بالنسبة لأدوات الشرط غير الجازمة، هناك ثلاثة حروف اللي هي لو، لولا، لوما، وهناك اسمان: كلما، وإذا. أيضا أنت غير مطالب بإعراب هذه الأدوات، وإنما بمعرفة عملها. عندما أقول أدوات شرط جازمة أنها تقوم بجزم الفعل، طبعا فعل الشرط وجواب الشرط. وكما تعلمون الفعل المضارع هو الذي يجزم، فيجزم بالسكون أو بحذف حرف العلة أو بحذف حرف النون. إذن قد يجزم الفعل المضارع بالسكون أو بحذف حرف العلة أو بحذف النون. رح نأخذ أمثلة. طبعا كون يعني أدوات الشرط غير جازمة، بطبيعة الحال من العنوان نفهم أنها لا تجزم الفعل، وإنما تبقيه على حاله مرفوعا، نأخذ بعض الأمثلة. المثال الأول: إن تبقى في البيت تحمي نفسك من المرض. نلاحظ أنها جملة شرطية تحتوي على أسلوب شرط. هناك مسبب وهو البقاء في البيت أو السبب. النتيجة تكون حماية نفسك من المرض. إذن فعل الشرط تبقى، جواب الشرط تحمي. نلاحظ أن الفعلين من الأفعال المعتلة، وعلامة جزم الفعل المعتل هو حذف حرف العلة. إن كما قلنا هي حرف شرط جازم، إذن يقوم بجزم الفعل. تبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، وعوض عنه طبعا بالفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهو طبعا أستطيع القول أنه هو فعل الشرط. يعني هذا يعني غير مطلوب بالإعراب، ولكن إذ قال لك حدد أين فعل الشرط تقول تبقى هو فعل الشرط. النتيجة قلنا تحمي. إذن تحمي فعل مضارع أيضا مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الياء، وعوض عنه بالكسرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لا ننسى الفاعل طبعا بعد الفعل. هذا بالنسبة للفعل. ممكن يجيك بالامتحان سؤال حدد عناصر الشرط في الجملة الآتية، بتحدد إن أداة الشرط، تبقى فعل الشرط، وتحمي هو جواب شرط. ممكن أن يطلب منك إعراب هذين الفعلين. مثال آخر:
مثال آخر نقول من يعمل سوءا يجزى به. من اسم شرط جازم، كنت يعني أريد إكمال العرب ولكن غير مطلوب منك. إذا من اسم شرط جازم، تقوم بجزم فعلين، والأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. السبب القيام بالسوء أو عمل السوء ما، النتيجة أنك ستجزى به. إذا يعمل فعل الشرط يجزى جواب الشرط. لاحظ أن الفعل يعمل فعل صحيح، الفعل الصحيح يجزم بالسكون، فأقول يعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. جواب الشرط يجزى، وهو من الأفعال المعتلة، يتم إعرابها كما أعربنا الفعلين السابقين بحذف حرف العلة وهو الألف، وعوض عنه بالفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إذن هذا بالنسبة للمثال الثاني. هناك مثال ثالث، ما وما تفعل من خير يعلمه الله. وما اسم شرط جازم أيضا، فعلك للخير أي شيء تفعله من خير أو شر، النتيجة بطبيعة الحال سيعلمها الله. إذن تفعل هو فعل الشرط، يعلمه جواب الشرط. لاحظ أن الفعل تفعل اتصل بواو الجماعة، مدام اتصل بواو الجماعة إذن هو من الأفعال الخمسة، وعلامة جزم الأفعال الخمسة هو حذف النون. فأصل الفعل كان تفعلون وما تفعلون، ولكن كونها جاءت مجزومة إذن لابد من حذف النون، ما لابد من حذف النون، ونعربها كالآتي: تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون من آخره، طبعا لأنهم الأفعال الخمسة، وواو الجماعة دائما فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. النتيجة قلنا طبعا تفعلوا، إذا سألك عن تفعلوا وفعل الشرط، النتيجة يعلمهم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، يعلمه لأن الفاعل هو لفظ الجلالة الله جاء متأخرا. إذن هذا بالنسبة لأدوات الشرط الجازمة. عليك أن تحفظ أدوات التي تجزم الأفعال المضارعة، أنت مطالب بحفظها بأن تقوم بإعراب فعل الشرط وجوابه بشكل صحيح. وكما قلنا أن علامات جزم الفعل المضارع إما السكون إذا كان الفعل صحيحا، أو حذف حرف العلة إذا كان معتلا، أو حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. ماذا إذا كان أسلوب الشرط غير جازم؟ هل يتأثر الفعل؟ لا، أعرب الفعل كما أعربه كأنما يعني لا يوجد أداة شرط. عندما أقول مثلا: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قلنا أن إذا من الأسماء غير الجازمة، من الأسماء غير الجازمة، إذا وكلما لا تجزم الفعل، ولكن المعنى هنا أعطاني الشرط. إذا تتلى عليه آياتنا، السبب لما بروح بتلو عليه هذه الآيات، النتيجة أنه يقول أساطير الأولين. إذن في عندي فعل شرط اللي هو تتلى، وعندي جواب الشرط اللي هو قال، لكن الفعل لا يتأثر هنا. فتتلى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه انتهى بألف، وكما تعلمون الألف للتعذر والواو والياء للثقل، وهذا هو فعل الشرط. النتيجة أنه قال، إعراب برضو طبيعي ما في أي مشكلة، فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو جواب الشرط. إذن لا يتأثر الفعل المضارع إذا كان هناك أدوات شرط غير جازمة، فيعرب فعل مضارع مرفوع دون أي مشكلة. هذا بالنسبة لأسلوب الشرط، أسلوب سهل، قاعدة سهلة جدا. الأسئلة التي تأتي عليه بالوزارة ربما استخرج أسلوب شرط وحدد أركانه، يعني من الفقرة ممكن تستخرج أسلوب الشرط تحدد أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، وهذا سهل. أو أعرب ربما يضع لك خطا تحت فعل الشرط أو جوابه، وعليك أن تعربه بشكل صحيح وكامل. أو سمي الأسلوب المستخدم في جملة، قد يعطيك جملة ما ويقول لك ما الأسلوب المستخدم في هذه الجملة. إلى هنا نكون قد انتهينا من أسلوب الشرط. يعني أتمنى أن تكونوا قد فهمتم القاعدة، قاعدة سهلة جدا، وأرجو منكم يعني حل الأسئلة في صفحة 47 من كتاب التوجيه.
يعطيكم العافية، معلمتكم إسلام عدنان.